سلام الخوت، صباح الخير. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في خامس مرحله ديال التريب هذا، خامس فلوغ. اليوم راني في مدينه الريش هذا الصباح هذا، وعندي اليوم ان شاء الله واحد المسافه لمدينه الرشيديه. هادشي اللي كاين، ماريش كل مسافه طويله صراحه، ولكن المشكل هو الصعد. كاين الصعد بزاف، وهاد البركه ديال الصعد راه وصلتنا البارح فاش قربنا للريش. دابا عاد غادي للرشيديه، نتمنى ان شاء الله يدوز هادشي بخير. دابا راه استقلقت من ديال الصباح، باقي شويه الظلام، غنتمشاو شويه في الريش بدون ما يطلع الضو، نشدو الطريق ان شاء الله. خليكم مع هذا الفلوغ هذا. السلام عليكم. هنا الخوت كما كتشوفوا كاين هاد مفترق الطرق هنايا، الرشيديه 56 كرامه 41. شي نهار ان شاء الله نديروا هاد الطريق، وتحيه للدراري ولاد العائله اللي كانوا داروها. شكرا الخي نعمان محمد البكري، كنت هدرت معاه لي واحد شهرين تقريبا قبل ما نبدا التريب هذا. شرح لي وقال لي لي زيتاب لي صعاب، فهمتي، باش نعرف نقسم هاد الفوياج هذا. تحيه للدراري كاملين، عبد الرحمن فقيه، ياسين العبيدي، عبد الاله فقيه، ونعمان محمد البكري. شي نهار نديرو ان شاء الله. نمشيو للرشيديه دابا.
جل دابا ضربت 25 كيلومتر على الريش هنا فين كاين هاد النفق هذا غير زعبل اللي كيعرفو نرتاحو شويه ونكملو الطريق المهم الطريق هادي على الرشيديه بين الجبال مزيان يعني هادشي كيلو علينا الريح Yeah.
مابقاش دابا بزاف للرشيديه، تقريبا واحد 25 كيلومتر غادي يطلع على الاخر، تقريبا راه ضربت فيها النص. انا ارتاح واحد شويه وغادي نكمل. من الرشيد ديال الخوت كاين هاد البراج هذا، باقي عاقل فاش كنت صغير كنت كنجي ليه انا والواليد بالبيكالا، نيت هو بيكالا وانا بيكالا، داكشي من الصغر. بقات لي الخوت واحد 5 كيلومتر على الرشيديه، ما بقى لي والو ان شاء الله. وقفت دابا في القهوه في الدخله باش نبوستي الفلوق الثاني ديال ليطاب الثانيه. ما عرفت صراحه واش خدمني 3 جي مزيان ولا لا، داكشي علاش وقفت انا نستغل الويفي بالزربه نبوستي ونفطر ونكمل ان شاء الله، ما بقاش بزاف. خذ زاديت في الرشيديه وعشت هنايا حتى 2003، كنت ساكن في هاد الدار هادي في القنت على اليسار. 17 عام دابا ما جيت لها من 2003 من نهار رحلت لسلا جديده. كنجي للرشيديه بيان سور، اخر مره جيت هي 2016، ولكن هاد البلاصه بالضبط من نهار رحلنا. 17 عام دابا هنايا لتحت كانوا ساكنين واحد الشناوة عالان، كتهبط عندهم بحال داخل شي صال دوزو ماشي الدار. الخوت فينا وصلت للرشيديه، اليوم هذا السهل صراحه، حتى ديك الشمس والصاد اللي كنت مبرست منهم ما كانوش، على ودي تخرجت الصباح بكري من الريش كان الجو باقي بارد. هادشي اللي كاين، وكيما شفتوا الطريق كانت مزيانه، ما كانت صعيبه صراحه، ما كانوش شي طلاي ابان شي جوج، ولكن حتى الاخر دازو ساهلين. وجا الطريق كانت مزيانه، بقيت غادي ملي في الطريق يعني ما كتحس لا بوقت لا بوالو. هادشي اللي كاين اليوم، غنبات في الرشيديه هنايا غدا، ما بقاش بزاف باش نسالي هاد التريب هذا، بقاو ليا جوج ديال لي زيتاب. هادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم هاد الفلوغ هذا، ما تنساش لايك بارطاجي مع صحابك، خلي ليا كومونتير ونتلاقاو فلوغ جاي ان شاء الله. Peace.